نروح برضو لزياد اللي بيشرفني. اهلا وسهلا بيك يا زياد. كلمني على تجربتك في دخول كليه الصيدله. هو كانت تجربه يعني مختلفه نوعا ما، بس انا كان يعني عشان كان عندي حلم فقدرت اتغلب على الاختلاف ده. جميل. بمعنى ايه؟ ان انا مع بدايه دخولي الكلية كان في رفض من الإدارة لدخول، لكن الواحد عشان عايز يوصل لهدفه فضل مصمم إن هو يدخل. ويعني سعرت الموضوع لرئيس الجامعة دكتور جابر النصار، والحمد وقتها لما كان رئيس جامعة القاهرة، والحمد لله هو وافق، وكمان موافقته ليا ادتني دافع ان انا مش بس تبقى مجرد دخول الكليه وخلاص، لا انا بقى عندي دافع تاني ان اجيب تقديرات فيها. ما شاء الله والحمد لله. انا في سنه تانيه اهو، تقدير عام جيد جدا. جميل جميل للغايه. تانيه جيد جدا. عملت ايه في اولى؟ جيد جدا. ما شاء الله ما شاء الله. تكمل في ده ان شاء الله وبرضه تدخل في السلك الاكاديمي تحقق حلمك زي ندى بالظبط. في صعوبات تانية واجهتك في الفترة اللي فاتت غير دخول الجامعة؟ زي ايه مثلا؟ في مشواري للجامعة والمواصلات اللي بركبها للجامعة، وخصوصا ان انا يعني هما كان في سيارات مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة، بس مانعين الشلل الدماغي ان هو ياخد سيارة مجهزة بإعفاء. دي القصة اللي انت حكيت لي عليها، اللي انت بتطالب بيها ان يكون في سيارة خاصة لإعاقات الشلل الدماغي. هم رافضين ده. هم رافضين ده. يعني انا عندي امل ان انا في يوم من الايام ان شاء الله هاخدها، لان ده يعني حقي، او بمعنى صح لو توفرت السيارة دي عبء المواصلات هيتخف من عليا، فبالتالي هقدر يعني اجتهد في دراستي اكتر. انا بروح من الجامعة تعبان مرهق من المواصلات. طيب في الفترة اللي فاتت حصل تخفيض كبير قوي في تذاكر مثلا المترو لذوي الاحتياجات الخاصة او ذوي القدرات الخاصة، في تخفيض في السكك الحديدية، في تخفيض في أماكن كتير، مش ممكن تكون دي أفضل في كمؤقت حتى عقبال ما يتم توفيرها ليكم؟ طبعاً ده أفضل كتير، بس في أنا في مثلاً ناس في المدن الجديدة ملهاش متر ملهاش قطر. أنا في مدينة 6 أكتوبر وجامعتي في المانيال. في المانيال؟ فالوسيلة الوحيدة الأربع مواصلات. بس طبعا اللي بيساعدنا نتغلب على ارهاق المواصلات ده حلم في صيدله يعني. وده اجمل حلم، ان انت تحلم وتوصل للحلم ده. ما شاء الله ربنا يكمله لك على خير يا رب. المشوار كان كبير يا باشمهندس. الحمد لله كان طويل فعلا، بس الحمد لله ربنا يعني كان واقف جنبنا. معلش انا كنت عايز ارجع لجزئيه كنت حضرتك بتناقش فيها، اللي هو ال 5% بتاعه التعيين والقوانين اللي هي بتاعه السيارات وكلام من ده. المشكله عندنا في البلد احنا عندنا قوانين كتيره، ولكن اللي بيطبق القانون للاسف مش دايما بيطبقه زي ما المشرع مشرعه. بمعنى ان انا في الدوله مخصصه 5%، ولكن نبص فعليا ال 5% دي بتتخصص لمين وبتطبق ازاي؟ يا ريت نبص فيها. بالنسبه للموضوع بتاع اللي بيقوله زياد ان هو في اعفاء جمركي للسيارات المجهزه طبيا، انا لما طلعت انا مشيت دايما بمشي المشوار القانوني، بمعنى ان احنا وصلنا قدمنا في المجالس الطبيه المتخصصه وعملنا الكشف الطبي بتاعه، فاترفض من اول مره بدون ابداء اسباب. لما عملنا السبب ايه؟ مفيش اسباب خالص من غير ابداء اسباب. فقانونا من حق ان انا اعيد الالتماس او اعمل عرض تاني، فعدت العرض تاني. فلما قلت لزياد اتكلم، لان هو بيخش لوحده كحاله خاصه ما يخشش معاه مرافق، فقلت له اتناقش مع اللجنه الطبيه. فلما اتناقش معاه قالوا لا، عشان انت عندك شلل دماغي، وكتبوا كده سبب الرفض شلل دماغي. اللي انا بطرحه ان الموظف فعلا بيلاقي ان قدامه، او الطبيب في الحاله دي بيتحول لموظف، ان هو اللجنه بتقول له او اللائحه بتاعته بتقول له
الشلل الدماغي لا، الشلل الرباعي لا، كذا لا كذا لا، ما ياخدش. انا بتكلم هل المرض اي مرض عضوي او نفسي او اي هل ال 10% زي ال 90%؟ ما اعتقدش. بمعنى انت تكشف، انت كشفت ظاهري، لا عملت اجهزه، لا عملت، ما عملتش رسم مخ، ما عملتش الحاجات دي كلها. انت بتطبق القانون ازاي؟ ده اللي انا عايز ارجع له تاني. انت طيب بتطبق اللوائح دي ازاي؟ طيب.